ديت هالمشراف خوف من البشر لناس توالي رميها في مقيلها راعي الهوى يفنى وهو يطرد الهوى لو ما تجيه الغيد غصب يجيلها لو قصر ثيابه وكبر عن عمايمه لا هبة الذكرى يهز عليلها أثر المدى ما هو بيشفي من الغلا طول الغلا نار توقد شعيلها أشوف في الدنيا علوم مغيرة عن ذكر كثرتها يكفي قليلها دنيا انسرت بي في دهاليز مظلمة ما عبرت شكواي يوم اشتكيلها جحود إذا شحت دفوعا إذا أقبلت تبعد مواردها ويكبر مثيلها من برها يا كافي ينسو شرها ومن عدلها يا كافي ينحد ميلها عديت من عمري 30 حجة وزيادة هالعوام ربك وكيلها ما قدمت يمناك تلقاه توك صحيفتك ما تجمع إلا حصيلها أخوك حتى لو تعده عضيدك مديحته قسمه من اللي يكيلها سجل لك فعول تبيض بوجهك ما سجل لك فعول تبيض بوجهك ما يستوي راس الرجوم تسيلها وإذا رضيت الهون إذا رضيت الهون ما تكسب الثناء لو كان أبوك اللي يروي صقيلها ونذكر الواقع وأنا مو منبه وثبت شهادتها وحضر قبيلها ما أخذتها من طارف الروض مدعي ولا ربطت عنانها في شليلها على مقام الرجل توخذ نصايحه ما ذاق لوعات التجارب هبيلها من لاق له يسمع بدايع مثيلي مثايلي ومن غرته نفسه يدور بديلها شفت الرجال أسواق والرابح الندي سلعة مقامه ما يضره عميلها أكثر عيال اليوم شفق على الوطن لا بانت علوم الردى ينتحيلها لا تقرب الردي يقودك على الردى قارب رجالا يبين جميلها قارب رجالا يبين جميلها القرم عند القرم تنساق سيرته ما يجتمع جزل الرجال وهزيلها واللاش تكرمون دور له مع اللاش تاجده ما خس من ديان هلا كفيلها عاشرت حتى منها للهند لابه ما شفت جيدها يخاوي رضيلها الجيد اللي لا تمنيت وقفته شفته على يمناك يقدح فتيلها ولا الردي تنساه مرة وتذكره وإن كبرت الحملة عجز لا يشيلها بنصحك لا تتبع علشان مصلحة أهل النفاق تموت مشفت غليلها عف وتعفف لين تقدر على القسى لو تترك الخرفة وتاكل حويلها واللي شراك لنفسه يغيظ غيرك بكرة يبيعك لجل يرضي خليلها واللي قطع فيك فقطعه من وصالك الرزق عند اللي يقصر طويلها ناس رضت بك ترتحل من ديارها هي والله اللي منك شدت رحيلها وناس رضت بك في غيابك مهونة لا تقترب منها ولا ترتجيلها وإذا حصل يوم التلاقي مجاله عرض لها الصالي ولا ترتخيلها ترى الصحيح المر يجلي عن الصدى مثل الدواء يبري العلل من عليلها الصدق في كل المواقف شجاعة ما يبتدي بالكذبة إلا ذليلها وإذا بنيت البيت سيس لها الحجر أنصى البيوت اللي يظلك ظليلها لاحترت بين أبطال حرب ومشيخة فركانها أعلى من قيادة فصيلها اظفر ببيت الدين تجني فضائله بعض النساء ليل المقاريد ليلها مدخالها شرح من الهم والضنك كما ذكرها الأول في مثيلها سلامتكم أفضل.